لا صوت يعلو فوق صوت الأحزان هذه الأيام، إذ بات الموت يغيب الشخصيات الاعتبارية هذه الفترة، من بينهم الجنرال بشير ألي حجار الذي خطفه الموت في تاريخ 4 مايو الجاري إثر مرض ألم به. وقد ولد الراحل بمدينة إريبا في 1 يناير عام 1952. بدأ دراسته الابتدائية فيها مطلعي عام 1958، ثم بالثانوية الفرنسية العربية بأباشا عام 1964. بعدها غادر بشير ألي حجار مدينة أباشا إلى أنجمينا ليواصل فيها دراسته الثانوية بثانوية فيليكس إبوي، وحصل في نفس العام على شهادة البكالوريا المساق العلمي أحياء. بعدها تابع بشير ألي حجار التدريب العسكري بمدرسة الضباط بفورت لامي ومونبلييه بفرنسا، حيث تخرج منها عام 1975 بشهادة في المظلات. فمع بداية عمله العسكري شغل الفقيد بشير ألي حجار عدة مناصب مسؤولية في القوات المسلحة سواء في البلاد أو خارجها، وقد أصبح مسؤولا عن مجموعة الأمن الرئاسي ورئيس المجموعة رقم 4 ونائب قائد المجموعة وقائد المنطقة العسكرية بمدينة سار والمسؤول العسكري بمندو، ثم قائدا للمجموعة 5 بلوميا في عام 1980. وفي عام 1982 تقلد الفقيد بشير ألي حجار عدة مناصب كقائدا للمنطقة العسكرية بالعاصمة، ثم قائدا خاصا للأركان بوزارة الدفاع، كما عين أمينا للدولة بجانب الشيخ ابن عمر عندما كان وزيرا للدفاع في حكومة جيدنغار في نفس العام. فبخلاف عمله العسكري فقد رسم الجنرال بشير ألي حجار اسمه بأحرف من ذهب في الجانب الإنساني، حيث إنه تابع عدة دورات في الحقوق الدولية للإنسان، وكان عضوا بإدارة الصليب الأحمر التشادي من عام 2007 وحتى 4 مايو وهو تاريخ وفاته. الراحل بشير ألي حجار ترك وراءه أرملتين وأشر من الأبناء، مخلفا وراءه ذكرى لا تنسى في المحافل الوطنية محفورة في قلوب كل من عرفه. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم آله وزويه الصبر وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون.